شهد سعيد، الاسم ده اكيد من امبارح للنهارده بيتردد قدامكم كتير جدا، وخاصة على السوشيال ميديا. في اللي فاهم الحكاية وفي اللي مش عارف هي شهد سعيد ليه في حواليها ضجة على السوشيال ميديا، او عملت ايه وحش يخلي الناس متضايقين منها بالشكل ده. الفكرة كلها انه في 2023 حصل موقف غريب جدا من شهد تجاه زميلتها جنة عليوة. هما كانوا في سباق للدراجات على مستوى الجمهورية، وكانت جنة عليوة متقدمة عن شهد، وفجأة لاحظوا ان شهد قربت بالعجلة بتاعتها من جنة علشان تمنعها انها توصل للمركز الاول، فخبطت فيها ووقعتها على الارض وكملت السباق عادي. وقتها جنة حصل لها كسور وحصل لها تشنجات وحصل لها فقدان للذاكرة، والبنت يعني اتبهدلت جامد جدا، ولحد الان لسه بتتعالج من اللي حصل لها في المسابقة بسبب شهد. الفكرة ان وقتها اتحاد الدراجات خد قرار بوقف شهد عن ممارسة رياضة الدراجات لمدة سنة، او ان هي تدخل اي مسابقة او تمثل مصر في اي مسابقة لمدة سنة، وكمان دفعها غرامة. دلوقتي الناس اتفاجئوا بان شهد سعيد صورتها مالية السوشيال ميديا، وانها رايحة تمثل مصر في اولمبياد 2024 في باريس. الناس طبعا ايه ده، معقولة البنت اللي اذت صاحبتها وضيعت مستقبلها واللي بينت كمية حقد تجاه صديقتها في المسابقة، معقول دي هتسافر تمثل مصر في باريس؟ الناس طبعا انزعجوا جدا ومتضايقين جدا، فبدأوا ان هم يطالبوا اتحاد الدرجات بانه يراجع نفسه ويمنع شهد من انها تسافر على باريس علشان تمثل مصر في رياضة الدراجات. لكن المفاجأة بقى ان جنى عليوة لما جم سألوها في مداخلة اعلامية قالت لهم على فكرة انا عايزة شهد تسافر علشان هي مش هتاخد غير المركز الاخير، ولانها محققتش اي بطولات محلية على ارض الواقع. يعني مصر كلها مش عايزة شهد سعيد تسافر، ولكن جنى عليوة عايزاها تسافر علشان تثبت انها لو في 30 شخص بيلعبوا فشهد هتكون رقم 30. الناس متضايقين جدا من شهد ورافضين الموضوع تماما، ولكن اتحاد الدراجات بيقول ان ما ينفعش شهد ما تسافرش، وان شهد مرشحة للاولمبياد من قبل الواقعة اللي حصلت مع جنة، ولكن الجمهور مصمم جدا ان شهد تكون بره الاولمبياد، ولكن اتحاد الكرة بيقول ان ده ما ينفعش قانونا وانها لازم تسافر. وزي ما قلنا جنة عايزاها تسافر عشان تثبت للعالم كله انها كانت فعلا متعمدة تأذيها، وانها اخرها خالص تاخد المركز الاخير. انتوا ايه رأيكم في اللي شهد عملته؟ وهل شايفين ان فعلا شهد كان قصدها تأذيها، ولا زي ما بتقول لا ده انا ما كنتش اقصد، او زي المدرب بتاعها ما قال دي اصابة ملاعب؟ المشهد يعني لو انتوا اتفرجتوا على الفيديو هتقدروا تحكموا بالظبط شهد عملت ايه في جنة عليوة. عشان كده الناس مش عايزين شهد تسافر تمثل مصر في الاولمبياد، وبيعتبروا ان المفروض يكون مكان شهد انها مش تسافر باريس، لا انها تتحاكم على اللي عملته في صديقتها اثناء المسابقة بتاعت الدراجات.